باسم الغالي، ما أجمل رمضان وما أروع لياليه. لقد كان إحيائي في هذه الليلة جميلا ومؤثرا. لقد كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تمر أمامي في كل ركعة وفي كل سجدة. ما أروعك وما أقدسك يا رسول الله. فمهما مررنا بمشاكل وظروف صعبة فلن تكون كالتي مرت على رسول الله من ولادته وحتى وفاته صلى الله عليه وسلم. لقد ضحى بحياته كي يوصل لنا هذا الدين العظيم وهذه الرسالة العظيمة. لقد كنت أتخيل يا باسم الأحداث العظام التي مرت على رسول الله. تخيل أنه فقد زوجته خديجة التي يحب بعد حصار الشعب من أجلنا، وشج رأسه وكسرت رباعيته من أجلنا. أخي باسم، لقد بكيت كثيرا عندما تذكرت أن حبيب رب العالمين كان يشتاق إلينا ويبكي شوقا لرؤيتنا، عندما تذكرت أنه دعا لنا مرارا وتكرارا وهو يقول: أمتي يا رب، أمتي، أفلا نشكره على كل هذا ونكون على القدر الذي يحبه ويرضاه؟ يا رسول الله، كم أحلم لو أني أمشي بخطاك وبذا ترضى عني. أسعى مسعاك يغدو همك همي، وأكون في دربك هلا تقبلني. لقد كانت هذه خواطر ليلة 22 من رمضان، أحببت أن أشاركك بها. عسى الله أن يتقبل منا إحياءنا وأن يقربنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.